السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة مش البطة، معانا موضوع تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع فيديو النهاردة الأمراض التنفسية للحمام أو الميكوبلازما. طبعا هو ده بلوموكس، ده بلوموكس ده الأساسي، ده الدواء الأساسي اللي هو تنفسي فقط. هو لو قريت حضرتك اهو لعلاج التنفسي المزمنة، لعلاج امراض الجهاز التنفسي المزمنة للاستعمال البيطري. شوف العلامة دي هتلاقيها جوه علامة مائية على الازازة، شغل حاجة محترمة. تحس ان الكلام كده ده بالبارز عشان ما تجيبش حاجة مضروبة، لان دي غالية يا جماعة. شوف ده بالبارز. طيب هنشوف العلامة المائية اهو، العلامة المائية عليها تمام اهو. ده تتأكد ان المنتج ده الاصلي. تمام، وضحت كده؟ ايوه، دي نفس العلامة اللي هي على العلبة من هنا على الكرتونة الورق اهو. تمام كده اهو، بسم الله ما شاء الله باينت تمام. طيب نبدأ على بركة الله نكمل. ايه بقى اللي هو بيعالجه الامراض التنفسيه؟ الميكوبلازما اللي هي اللي بتيجي امراض تنفسيه وبتعمل تجبنات في الانف او في الفم من الداخل، مع دمعه العين، مع كحه، مع عطس. كل الاعراض دي ده اللي بيعالجها الصنف ده، بس بيعالجها. لكن انا لاحظت ان في اسهال كمان معاها، فانا هعطي معاها الكلوفيد. ده انت مش هتخسر حاجة لما تقيت الاتنين مع بعض، يبقى انت ايه خلصت علاج مع بعضه في مرة واحدة. تمام. طيب نبدأ نعمل مع بعض. انا طبعا معايا المسائي اللي انا بحطها في الشمس ما تخليش قلبها اسود. طبعا انا جبتها بردتها بحطها في الشمس عشان ما تعملش الماء بتعمل عفونة لو ما تحطتش في الشمس كل فترة. المسائي الفخار اللي زي كده. طيب انا عملتها، هتجيبها من الشمس وبردتها طبعا بالمية. هنبدأ نعطي الجرعة معانا. لسه هنفتح الازازة المية، ازازة الدواء، اسف، ازازة الدواء بتاعتنا لسه اول مرة نفتحها. الجرعة من ده قد ايه؟ دي نص سنتي، نص سنتي على لتر المية. طب انا هعطي كام يوم؟ سرنجة نظيفة يا جماعة يعني ما تخافش منها. نص سنتي على لتر المية اهو، نص سنتي بس اهو. معانا المسقة دي هي لتر المية بتاعنا، هذا نص سنتي حطناها. نفتح الكيس ده كمان، هنعطي لمدة 5 ايام. لو حسيت، انا بالنسبة لي عشان لسه بادئ المرض يظهر لسه في البداية، لكن لو حسيت ان المرض عند الحمام عندك زيادة شوية مفيش مشكلة تكمل لأسبوع. طيب انا هنعمل من ده قد ايه؟ هو المفروض معلقة صغيرة زي كده. معايا المعلقة الصغيرة اهي، هنجيب المسقة عشان مفيش حاجة تقع في الارض. انا فتحت كيس فتحة صغيرة زي كده اهو، وهنعمل معلقة صغيرة زي كده. زي ما قلت لك هيقع حاجة بسيطة هتلاقيها ايه اهو، الاتنين مع بعض. حطينا الاتنين مع بعض، وهنجيب لتر المية، نجيب المية نضيفها، نضيف المية عليهم اللي انا بحط الاول علشان الدواء يدوب. طبعا انا معطش الحمام في الجو اللي احنا فيه، الجو خريف، انا معطش الحمام 6 ساعات كفاية قوي، مش اكتر من كده.
تمام كده، ونتأكد ان احنا قلبنا الدواء جيدا، وهنقدم منه الخمس ايام الى اسبوع زي ما قلت لك على حسب الحالة. ما ننساش الكيس اللي احنا فتحناه ده، لو سبته مفتوح كده هتلاقي الدواء لزق كده وعمل زي العسل الاسود. لا ما تسيبوش، حاول تتنيه كده وبمشبك، مشبك هدوم بتاع بنشره بيه الهدوم زي كده، وتقوم قافل، لان خسارة الدواء ده هيبوظ عندك لغاية ما تخلص علاج. واللي يفيد برضه والدواء ده من فضل منك حاجة تعينه في التلاجة، الدواء بتاعنا ده لانه غالي تعينه في التلاجة بعد ما تخلص كل يوم، وبعد كده تجيبه تاني يوم تحطه للحمام، ما تسيبوش في الشمس ولا في الحرارة العالية. تمام، طبعا الحمام عطشان جه على المية ما شاء الله، ده المطلوب ان هو يشرب الدواء قبل الدواء ما يتركن كده. بكده ان شاء الله يكون قضينا على الدواء التنفسي، على المرض التنفسي، اي امراض تنفسية يا جماعة، ده احسن شيء للامراض التنفسية. طب هقول لك كمان على علاج كنا بنستخدمه للسالمونيلا بالمرة. طيب هو الكوليفيت ده كنا بنستخدمه للسالمونيلا والاسهالات، استخدمه معوي، عملناه قبل كده للسالمونيلا ومعاه فلوريكول. معلش هي الازازه قديمه، فلوريكول لان هي ازازه فاضيه، فانا كنت سايبها كده علشان التصوير. فلوريكول مع لكن كنا بنحط سنتي من فلوريكول مع المعلقه الصغيره من ده، برضو خمس ايام لعلاج السالمونيلا الى سبعة ايام، مفيش منها ضرر او حسب الحاله. احيانا السالمونيلا بتطول يا جماعه، ممكن تقعد تعالج في السالمونيلا لمده شهر. تمام، احنا كده طب خلصنا سواء سالمونيلا او امراض تنفسي. طيب عايزين نعطي رافع مناعه بعد ما خلصنا العلاج والحمام تمام بقى خف، نعطي ايه؟ عندك ايمولانت، ايمولانت ده بشري، وعندك جروفيت بلس اللي دايما انا بستخدمه وبفضله دايما، هو الدواء البيطري جروفيت بلس. لو ما لقيتوش يبقى عندك ايميولانت. بكده يكون خلصنا موضوع النهارده. طبعا هو 3 ايام من رفع المناعه ده بعد ما تخلص العلاج. كده نكون خلصنا موضوع النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.